Farfoucha. 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 Hello. Hello. Farfoucha العرس الخضر كيف الجلبان؟ السلام عليكم ونسلم على أصدقاء الصنافة. وفي فرفوشة لليوم المنيو صحي للغاية، كل خضر ما فيش غلال، المنيو سلطة مفورة في الكسكس. ها سيدك قادوا معايا المقادير. مقادير يا قلب العالم، مقادير 3 كعبات بطاطا، 4 كعبات جزر، سفنارية معناها 200 غرام جلبن المزان، عظمتين مصموتين من الكوكوريكو مخطوفين. التن للزينة بوصلة يتم بيضاء الثلج، افتت طبق تنوس مذبل. مازال عايش مع بزيت الزيتون، كان لقيتو حيت نذوح سرح الدلحوم، ونفحتنا فتتتنا فتتة ملح وفتتة فلفل أظلم أكاهو فقط. زنا وعزيزة يرتاحوا بنهار الاثنين. أها كيفاش؟ كافي تتشكشيك الطاي والتكتيك والتفير السمباتيك. ناخذوا بطاطتنا وجزرتنا نغسلوهم نقشروهم ونقصوهم مكعبات مكعبات مكعبات، ونحطوهم في الكسكس فوق المقفولة اللي سندجة عبيناه بالماء، ونحطوهم على ونخليهم ينتفوروا مدة نصيف ساعة كيكا. بعد ما يتفوروا ويتبوا ونحسهم اللي طازجين، نهبطوا نحطوهم في ماء واسع كبير ونخلطوا معهم والبصيلة. من بعد ما قصيناها تتاف 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 والبقدنس المهروش ابدا يا حنان التو زيد زيد يا بنتي اكلوا صحة وبشفاء. البناس فرفوشة اليوم ما في بصلة، بس تعملوا صحيفة صغيرة مع بها بالزيتون الاسود والاخضر، اخضر ابيض احمر اصفر اخضر ابيض فرفوشة. 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 فرفوشة.